راديو نيل. خلونا نبدأ أخبارنا والقصص والحواديت اللي بتخرج من بين سطور الأخبار من خبر العبد لله اللي بيكلم حضراتكم شفته من أهم الأخبار، أهم من السياسة، أهم من الاقتصاد، أهم من الحروب، أهم من النزاعات، أهم من المؤتمرات أو أي شيء تاني في الوجود. الخبر اللي معانا دلوقتي هتلاقيه بيمس شريحة يعني مش قليلة في مجتمعنا. خبر بيتكلم على مرض مع الأسف بيسرح جوه جسم الإنسان من غير ما أي حد يحس بيه، بيسرح لغاية ما هب الإنسان بقى يبدأ يحس بالوجع، يستحمل شوية يقول يمكن ده دور برد ولا حاجة، برد في العظم مع اختلاف بقى الفصول بين البرد والشتاء أو البرد والحر، ولا يقول لك دي أملاح مثلا هتاخد يومين وخلاص وهتخف لوحدها، ولا أي شيء، يفضل مستحمل لغاية ما يزيد عليه الوجع. هنا يبدأ بقى يعمل تحاليل وأشعاعات، فيتفاجئ مع الأسف إنه اللي بيسميه أهالينا الكرام المرض الوحش. طبعا أهل البلد دي تلاقيهم دايما ما بيحبوش يتلفظوا بالاسم بشكل مباشر، طبعا هو مرض السرطان، ربنا يعافينا جميعا يا رب العالمين. قبل كده كلمت حضراتكم على مبادرة عملتها بلدنا للكشف المبكر على سرطان الثدي لسيداتنا الفضليات، علشان لو في لا قدر الله أي حاجة نقدر نلحقها بدري تتعالج وهي في المهد، وطبعا من غير ولا مليم. لكن دلوقتي معدنا مع سرطان الكبد، لأن وزير التعليم العالي واللي بيقوم بأعمال وزير الصحة أعلن إطلاق مبادرة للكشف المبكر لسرطان الكبد، علشان برضو لو لا قدر الله في أي بداية لأي شيء نلحقها برضو بدري بالاكتشاف المبكر، فنقضي على المرض الخبيث ده وهو لسه يعني في المهد، بالضبط زي مبادرة سرطان الثدي. طيب ادي كشف مبكر بالمجان على سرطان الثدي، وكمان كشف مبكر بالمجان على سرطان الكبد. طيب هل يا معالي الوزير انواع السرطانات التانية هل هيكون لها نصيب في كشف مبكر برضه؟ هنلاقي الوزير قال ايوه ان شاء الله، الوزارة شغالة دلوقتي انها تعمل برامج كشف مبكر برضه على سرطان بقى الرئة، سرطان القولون، سرطان البروستاتا، عنق الرحم، بحيث كل انواع السرطانات نكشف عليها بدري نلحق ناسنا وأهالينا ونعرف نعالجهم. طيب حلو جدا الكلام ده. لو رجعنا تاني لمبادرة الكشف المبكر على سرطان الكبد ونسأل الوزير، هل هتوفروا يا معالي الوزير علاج للناس، ولا بس هتعرفوا المريض ان هو يعني مصاب ويتعامل بقى هو مع نفسه بعد كده؟ فلسان حال الوزير قال يتعامل ايه، مفيش حاجة اسمها يتعامل، الدولة هتتحمل كل تفاصيل العلاج الخاصة بهذا المريض، كله على حساب بلدك. طيب هنجيب العلاج منين؟ قال لك احنا عاملين اتفاقيات مع شركة ألمانية اسمها باير، الشركة دي بتصنع أدوية لسرطان الكبد، والوزير شكر الشركة دي في بيان على تعاونها مع بلدنا، تعاونها مع مصر. طيب اسم الدواء ايه؟ مع الأسف مش هنلاقي اسم الدواء موجود جوه الخبر. المهم لما تعمل بقى بحث كده سريع على اسم دواء سرطان الكبد اللي بتنتجه شركة باير الألمانية دي، هتلاقي دواء اسمه يعني صعب شوية أو صعب شويتين، اسمه لاروتاريكتينيب. لما الواحد زود البحث شوية لقيت العلماء في بريطانيا بيوصفوا العلاج ده أو يعني الدواء ده بأنه طفرة في علاج السرطان. طيب يا ترى سعر الدواء ده ممكن يوصل لكام؟ تعمل بحث أكتر وأكتر تلاقي سعره على النت موجود 18200 يورو، اضرب بقى في 20 جنيه سعر اليورو دلوقتي هتلاقي السعر هيوصل ل 364 ألف جنيه مصري. يا نهار أبيض، ده للمريض الواحد 364 ألف. وبصراحة ورغم أن الرقم كبير لكل مريض، لكن العبد الله اللي بيكلم حضراتكم انا ما تخضتش اصلا، يعني ما تخضتش ليه؟ لان شفت ده من بلدنا قبل كده، زي مبادره مثلا علاج ضمور العضلات. ضمور العضلات ده اللي هو يعني مرض بيعمل تآكل لعظم الطفل لغايه ما يوصل لمرحله بقى انه مش قادر بقى يبلع الاكل، وبعدها ما يقدرش يتنفس ويموت مع الاسف. احنا كدوله مصريه وقفنا جنب اطفالنا وجبنا الدواء الاغلى عالميا اللي بتنتجه نوفارتس فارما السويسرية، الدواء ده ب 2 مليون و125 ألف دولار، يعني بالمصري بالسعر الحالي
أكتر من 38 مليون جنيه مصري للطفل الواحد. إحنا وفرنا لأطفالنا هنا بالمجان وبلدهم اللي تتحمل التكلفة الغالية دي، ولأن الدواء ده بيعالج بقى الأطفال اللي تحت سنتين اتنين بس، فمش معقول هنهمل اللي عمرهم أكتر من سنتين، يعني ذنبهم إيه؟ فهتلاقيك برضو بعدها بتوقع اتفاقية مع شركة بايوجين الأمريكية وهتجيب الدواء التاني كمان برضو لأطفالك، وده بيستمر الطفل بقى ياخده طول حياته. في السنة الأولى بس الدواء ده بيتكلف، السنة الأولى بس 750 ألف دولار، السنة التانية بينزل ل 350 ألف دولار، بيفضل على نفس السعر ده طول حياته. يعني الطفل الواحد بيتكلف في العشر سنين بس الأولانيين 3 مليون و 900 ألف دولار، يعني بالمصري 70 مليون جنيه مصري للطفل الواحد في 10 سنين بس من حياته. انت متخيل؟ فقط بلدنا هتوفره حفاظا على حياة ناسك وأهلك. هتلاقي بلدك برضو بتطلق أكتر من 20 مبادرة لتحسين الصحة، عندك بقى من أول مبادرة اللي هي القضاء على فيروس سي، إلى مبادرة القضاء على الأنيميا والتقزم والسمنة طبعا لطلبة المدارس عندنا، بعد كده بقى مبادرة الكشف المبكر على الكلى علشان نلحق بسرعة أي حد ممكن يكون رايح في سكة لا قدر الله الفشل الكلوي، يعني ربنا يحمي ويحفظ الجميع فنحفظه بدري بدري. كمان عندك الكشف المبكر زي ما قلت لحضراتكم على سرطان الثدي عند سيداتنا الفضليات، عندك الكشف المبكر على ضعف السمع عند المواليد، ودي من أهم المبادرات. يعني أنت تقدر تقول بتتدخل بسرعة وبتزرع للطفل اللي لسه مولود قوقعة، لو هو من أطفالنا اللي هو يعني السمع عندهم فيه مشكلة، فتغير مسار حياته تماما، تغيرت إلى إنسان بيتكلم ويسمع طبيعي، بيتعامل طبيعي، بدل ما كنت تتعامل معاه بعد كده بلغة الإشارة هيبقى إنسان طبيعي. عندك كمان البلد بتبني حاليا مجمع ضخم للأطراف الذكية علشان أي حد من أهلنا الكرام عنده يعني إعاقة حركية أو فقد أي طرف، أي ذراع أو أي رجل، تقدر تصنع له طرف ذكي بحيث أنه يقدر يمشي عليه والصوابع كمان تتحرك فيقدر يشتغل، يقدر يمارس حياته بعد ما كان بقى الغالبية العظمى منهم بيبقوا قافلين على نفسهم جوه البيوت علشان ما يكونوش يعني عبء على أي حد. بلدك لو شفت تفاصيلها هتلاقيها حقيقي ظهر وسند لكتير مننا، كانوا ممكن طبعا كانوا ممكن يضيعوا من بين إيدينا من غير يعني ما ندرى بيهم. فإذا بيها بتصرف كل المبالغ دي وما بتبخلش عليهم فقط علشان تحافظ على روح أي حد عزيز وغالي، انت ممكن ما تعرفوش طبعا، ممكن ما تعرفش أي حد منهم، لكن بالتأكيد الشخص ده ليه أسرة وهنلاقيها في قمة السعادة إن هي شايفاه قدام عينيها بيتعافى. ربنا يحفظ بلدنا دايما ويحفظ ناسها في أتم صحة وستر، اللهم آمين. اليومين دول مع كمال ماضي من الحد للأربع من 1 ل 2 الظهر على نغم FM.